السلام عليكم ورحمة الله خوتي خواتاتي لافامي، راكم بخير لاباس؟ هذه تحية لناس فوريدا كونيكسيون، تحية لناس المغرب، وتحية لخوتنا والشعب الجزائري اللي خاوة خاوة حتى الموت. وهذا الفيديو اخوتي درتو باش نعقب على الرد على داك قناة الشروق، وهي راه ماشي قناة الشروق، راه قناة الظلمة، قناة ما فاهمة حتى حاجة في الدنيا وما فاهمة والو، لا هي ولا الضيوف ديالها ولا جنود الخفاء ولا كل شيء كاع اللي مساهم في ديك القناة هذيك. وانا كنعقب وكنهضر معاكم وغادي نجاوبكم بواحد الانسان اللي اضعف انسان في الشعب المغربي كيهضر معاكم دابا وكيقول لكم عاش الملك وملكنا، كنموتوا عليه وكنحبوه ونبوسوا لي يديه ونبوسوا لي رجليه ونبوسوا لي راسو. فين عندكم نتوما المشكل؟ فين كاين المشكل عندكم نتوما؟ بديوها في ريوسكم وقادوا البلاد ديالكم وقادوا الشعب ديالكم مسكين اللي حاقرينو وكتظلموا فيه. حنا عندنا البوسان ديال الايد عادي هنا في المغرب، عادي حنا كنبوسوا ايد مرا كبيره، كنبوسوا ايد راجل كبير، كنبوسوا ايد والدينا، كنبوسوا ايد جدودنا، كنبوسوا ايد الشيوخ، كنبوسوا ايد الفقهاء، كنبوسوا كاع الايادي. حنا اللي كنحترموا هذاك احترام ديالنا حنايا ديال الشباب، الناس اللي كبر منا. ها كاينين واحد القبائل عندنا هنا السلام ديالهم وهو بوس 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 ما كيتقاداوش، كتسلم عليه عبوس الايدي عادي. حنا عندنا هادشي، فين عندكم نتوما المشكل؟ فين كاين المشكل ديالكم نتوما؟ يا وقناة الشروق ودوك الضيوف ديالكم ودوك الضيوف داك راسو قد البغل ما فاهم حتى حاجة. عنائب برلماني، حتى نائب برلماني شلحقك شي هضرة كبر منك. السي أبو راس، لا حتى لا داك اللي حداك ولا داك اللي مدير الماسك، حشومة. شمن ثقافة هادي زعما؟ شمن ثقافة؟ حشومة عليكم في العوض، ما ديروا ايد بايد معانا ومع مالكنا ومع الشعب. حنا مديرين ايد بايد مع الشعب الجزائري، حنا خوت بيناتنا، حنا خاوة. وما عمر شي واحد يقول شي حاجة اخرى، وما عمر شي واحد غادي يحاول باش يبدل هاد الصفة وهاد الأخوة اللي بيناتنا حنايا. وحنا عائلة، حنا نساب مع الجزائر، مناسبين وخاوة، واخدين عندنا واخدين عندهم، وحنا خوت والحمد لله على كل حال. نتوما اشنو الغرض عندكم بهاد؟ نتوما قناة زعماك، قناة كبيرة زعماك وناس كبار، وانتوما وصلتوا لهاد النيفو هذا، حشومة كاع. انا كنهضر بهاد المنبر، كنهضر انا اصغر واحد وطراب رجلين ديال كاع المغاربه وطراب رجلين ديال كاع الشعب الجزائري اخوتي على عيني وراسي، وكنموت عليهم وكنحبهم. وكنقول لكم من هذا المنبر هذا قناه الشروق، راكم بقناه ما حتى حاجه وحشومه وعيب باش تهضروا على الناس اللي كبر منكم بهذه الطريقه هذه. والنيفو طايح بزاف 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 بزاف. حنا كنا كنتمناو يعني كنتوقعوا ان ديروا شي حاجه زوينه اللي تربط العلاقه ما بين المغاربه المغرب والجزائر. حنا المغاربه والجزائر الشعب الجزائري حنا مرتبطين مع بعضياتنا. حنا كنا كنتمناو الدوله الجزائريه يعني تقرب من الدوله المغربيه يعني ودير معها ايد بايد، وحنا كنرحبوا بهم والباب عندنا محلول ومسالمين. ولكن نتوما كطيروا كتنزلوا ما فهمتش فين باغين توصلوا بهاد القنوات ديالكم. وحنا ديما في المغرب عايشين في سلام وعايشين بحريه وخير الله. انتوما تفرجوا 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 خير الله، حنا خير الله عندنا والحمد لله كل شيء موجود في بلادنا. وعاش الملك، وبوسوا لي ايده وبوسوا لي راسه. ومشغول حتى واحد في العالم، وانتوما اي واحد يقاد راسو ويشوف راسو عاد باش يشوف ناس اخرين. وانت ابو راس تلقى راسك حتى اللي في قناه
الشروق لتا ولا في الضيوف ديالك، الا قلبتي راسك غتلقى راسك عندك مشاكل كبيره في البيت ديالك مع الزوجه ديالك ومع ولادك مع عائلتك. علاش؟ حيت راسك خاوي وراسك صغير ورقد هكايا. كنا كنصحبوك لا انت لا داك اللي داير الماسك ولا الاخر، كندوي بصفه عامه. نتوما عندكم مشاكل ديالكم كبيره مع عائلتكم ومع لافامي ديالكم ومع في البيت ديالكم، ابار شي حاجه خارجيه. علاش؟ حيت النيفو ديال دماغكم والنيفو ديال ثقافتكم طايح بزاف بزاف. النيفو طايح بزاف 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 بزاف. وعاش الملك، وما تبقاوش تدعوا على سيادكم، سيادكم وعر منكم وما توصلوهمش في الفر ديال رجليهم ما توصلوهمش. سمعتوا ولا لا؟ لا نتوما ولا دوك اللي مزيدينكم سمعوا هذا الفيديو هذا. كنتمنى اخوتي المغاربه ولا اخوتي الجزائريين يدوروا هذا الفيديو هذا. حنا باغي نديروا ايد في ايد مع الجزائر، ولاني مع الرجال ديال الجزائر اللي باغي يوصلوا الشعوب ديالها للقدام، باش يزيدوهم باللور. نتوما كديروا هذا الفيديو هذا عاد باش باغي توصلوا الشعوب ديالكم، الشعب ديالكم الجزائري القدام، حشومه كاع وعيب عيب عيب عيب. تلوحوا هذا الشيء في النيفو، وتلوحوا هذا الشيء في اللايف، وتلوحوا هذا الشيء قدام العالميه، راه كيضحكوا عليكم الناس. اتصحابو نتوما يا زعماك غادي توصلوا شي حاجه، ما توصلوا حتى حاجه، راه كتضحكوا عليهم عباد الله، كتضحكوهم عليكم. ومن هذا المنبر هذا كنقول لكم قناه الشروق، واللي مزيدين بهذا الموضوع بهذا البرنامج زيدوا به قدام، راه كتضيعوا في وقتكم، وبينتوا واحد الصوره خايبه خايبه بزاف عليكم نتومايا. اما الملك ديالنا ولا الدوله المغربيه، العالم كامل عارفه، وعارفه فين غاديه، وعارفه فين مشات، وعارفه فين وصلات. الحمد لله بقياده سيدنا محمد السادس نصره الله. ادخلوا المغرب وشوفوا المغرب، وانتم عارفين المغرب فين وصل، في الصناعه ديالها، وفي البحر ديالها، وفي الميناءات ديالها، وفي الطرقات ديالها، وفي المشاريع ديالها الضخمه اللي داروا في المغرب وخارج المغرب وفي افريقيا كامله. وانتم عارفين هذا الشيء، وكانت الصدمه ليكم بزاف. وفي العوض ما تكونوا انتم ذكيين وتقربوا من المغرب وديروا ايد في ايد، كتخربوا في ريوسكم وكتخربوا في الشعب ديالكم وحشومه. وحنا كضربنا النفس على مالكنا، وكضربنا النفس على الشعب الجزائري لخوتنا. كنتمنوا لهم كل خير، وكنبغيو لهم يزيدوا القدام، وكنبغيو لهم يكونوا احسن واحسن، حيت خوتنا ورجال وتبارك الله، وكنعرفوهم مزيان وكيدخلوا عندنا وكنمشيو عندهم. الحمد لله راهم خوتنا وخاوة وعايشين في دار وحدة، والله يحفظكم وحشومة كاع. قناة الشروق تبارك الله عليكم على هادشي اللي درتو، على هاد المهزلة وعلى الضحكة اللي درتو في ريوسكم وفي الضيوف ديالكم واللي داروا فيكم. وزعماك حشومه هاد واش هاد الناس هادو هما اللي غادي يزيدوا بهذا الشعب الجزائري، الناس الدراوش اللي يزيدوا بهم البلاد؟ واش هادي هي العقليه وهادو هو الفكر، وهادو من الناس اللي عندهم الافكار اللي باغيين يزيدوا بالبلاد ديال الجزائر والدوله الجزائريه القدام؟ ما بانش ليا انا، بعدا ما بانش ليا، المستوى ضعيف ضعيف جدا جدا جدا. وكنتمنوا تراجعوا ريوسكم وتعرفوا ريوسكم وتستغفروا لمولاكم وترجعوا للوعي ديالكم وتعرفوا ريوسكم وتعرفوا الغلط ديالكم وتحاولوا تصلحوا ريوسكم بريوسكم. وحشومه الشعب الجزائري ما غاديش يزيد بهاد بحال هاد الافعال هادو اللي كدير القنوات الجزائريه اللي حشومه، اللي ماشي كاملين، انا ما كنقولش كاملين، كاين قنوات اللي محترمين في الجزائر وعندهم يعني خطوط حمراء اللي كيعرفوها وكيعرفوا المساحه ديالها وكيعرفوا
كيعرفوا بانهم ما يتخطاو عاش، وبحال هاد القناة الفاشلة اللي كتخطى بحال ما هكا الخطوط الحمراء حشومة وعيب، وحنا في 2000 وزعماك 21، زعماك راه الوقت غادي لقدام، والوقت حشومة بحال هاد العقلية مازال دابا. انا كنت اسف ليكم وحق الله العظيم، وكنحييكم من هنا من المغرب، من هاد البلاصة هادي، من تحت من هاد الشجرة ديال اللوز هادي، وتحية من أضعف إنسان مغربي في كاع المغاربة، وتحية الملكي كنبوس لي إيدو بجوجات من الوجه ومن الجهة الأخرى، وتحية لخوتنا الجزائريين، وحنا خاوة خاوة، وزعماك هادشي اللي كيديرو هادو راه ما عندهم باش غادي، يعني باش غادي باغيين يديروا واحد الحدود، واحد الفاصل بيننا وبين خوتنا الجزائريين، وتيخلطوا، وهذا الشيء راه ما خدامش، وهذا الشيء حشومه وعيب يعني، وخاص الاحترام، وتحترموا الناس اللي كبر منكم وتقدروهم، والتحيه لكم، وعاش الملك، وعاش المغرب، وعاش المغرب، وعاش الشعب الجزائري خوتنا، وتحية لكم، وكنموت عليكم، وكنتمناكم اخوتي تبارطاجيو هذا الفيديو هذا، بارطاجيو وخلوه يدور تيوصل لعندك بوراس داك راس البغل، يوصل لذاك اللي حداه مول الماسك هذاك، راه ماسك هذاك، ولكن الماسك اللي درتي ماشي ديالك، ما جاش معاك وكبر منك بزاف، وداك اللي حداك ما خصكش حتى تكون تماك في الاستوديو، خصك انت تكون في كسال في شي حمام، ولا تكون في شي ما عرفتش شنو. وتحيه لكاع خوتنا الكاملين كما كانوا كيعرقوا هذاك النوع، ما عرفتش انا في بلاصتو فين كاين، حتى كسال ديال الحمام، كساله حشومه يكون كسال ديال الحمام، كساله ديال الحمام، احتراماتي ليهم، وكنموت عليهم، وكيخدموا بعرقهم، وكيخدموا بالمجهود ديالهم، وما كينصبوا وما كيضحكوا حتى على واحد بحال هذا النوع هذا اللي كيضحكوا وكيقولوا شي حاجه اللي ما كايناش، وحشومه باش التومه اللي زعماك باغيين تزيدوا بالجزائر القدام. وما ننصحكمش اخوتي، ما ننصحكمش، والسلام عليكم، وتحيه لكم، وكما قلت لكم اخوتي بارطاجيو، عفوا بارطاجيو هذا الفيديوهات هذا الفيديو، خلي يدور 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 تيوصل لك راس العجل، وتوصل لديك القناه ديال البعر ديال الشروق عفوا، والله يحفظكم، وعاش الملك، وعاش سيدنا وملكنا، تاج راسنا فوقنا وفوق رؤوسنا، نلبسوا لي ايدو نلبسوا لي راسو، ما عندناش حنا المشكل، ما كاينش المشكل عندنا، وزايدون هذاك المشكل ديالنا حنا، حنا الا خصنا شي مشكل حنا اللي غادي نصلحوه، ما كنتسناو حتى واحد يصلح لنا هذا المشكل، وزايدون ماشي مشكل ما والو، حنا راضين عليه، وحنا كنبوسوا ايدينا كما قلت لاي واحد، ناس كبار، ناس صغار، ناس الشرفاء، كنلبسوا ليد الفقهاء، كنلبسوا ليد الجداوات، الاباء، كما قلت يعني حتى واحد ما سوقوا فينا، وحياتنا هادي وحنا راضين بها، والحمد لله، وعاش الملك، والله يحفظه وينصره، والله يبعد عنا ولاد الحرام، الله يعطيهم شي مصيبه. السلام عليكم.